إسماعيل عندما أتاه إبراهيم ليخبره بأمر الذبح، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إسماعيل لم يقل يا أبت اذبحني، قال يا أبت افعل ما تؤمر. يا الله، تعرف يعني افعل ما بدا لك، أنا لك، أنا هنا لبرك يا أبتي، ما بدا ذبح اذبح. والله هذه الكلمات إنها جميلة جدا عندما يسمعها الآباء من الأبناء، التسليم هذا التام. يا الله، شوف والدك والدك أسمعهما أجمل الألفاظ، أشعرهما أنك لهما وستموت على ذلك، ربما دعوة منهما تقيم لك حياتك وآخرتك. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يا رب.